قال مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحرية العامة أحمد راغب إن ملف حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، لافتا إلى أن تعزيز حرية الصحافة تؤدي إلى حرية تبادل المعلومات. أضاف راغب أن ملف حقوق الإنسان يهم المواطن والحكومة في أن واحد، كونه يدعم الاستثمار والتنمية. أعتبر أنه موضوع حقوق الإنسان بشكل عام هو كل لا يتجزأ، يعني كل الحقوق بتؤدي إلى بعضها، تعزيز حرية الصحافة بتؤدي إلى حرية تبادل أو تداول المعلومات، والعكس بالعكس، الصحفيين محتاجين تداول المعلومات، الباحثين والأساتذة الجامعة محتاجين تداول المعلومات، الصحفيين والباحثين محتاجين عدم التمييز. فاحنا بنتكلم على انه كل موضوعات اللجنه هي وموضوعات حقوق الانسان هي كل لا يتجزا، وهي بتساند بعضها وبتساعد بعضها. وهو موضوع حقوق الانسان بشكل عام هو يعني امر بيهم المواطن البسيط، بيهم المواطن العادي علشان ياخد حقوقه، بس كمان هو بيهم الدوله وبيهم المجتمع، لانه تعزيز حقوق الانسان، تعزيز حقوق المواطن بيؤدي الى كمان تشجيع الاستثمارات، بيؤدي الى انه يبقى في تنميه اقتصاديه، بيؤدي كمان الى انه يكون في ثقه في المؤسسات، وبالتالي فكل دي حاجات هي مصلحه متبادله. عشان كده احنا دايما بنقول ان موضوع حقوق الانسان هو مصلحه قوميه عليا للمواطن وللدوله، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه في لجنه حقوق الانسان.